بوتين بيقول إنه في أمل بإقامة دولة فلسطينية، وكمان قال إنه في حال الغرب سمح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى رح يقوم بتسليح دول ثالثة لضرب مصالح الغرب وأي دول بتتحرك ضد روسيا. المواقف هاي وغيرها كتير فجرها بوتين بلقاء إعلام مبارح كانت كفيلة بأنها تجتاح السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بمواقفه، من بينها يعني برز موقف طريف لبوتين وقت انسأل عن مزاعم الناتو بأن روسيا رح تضرب دولهم، فقال هل أنتم أغبياء مثل هذه الطاولة؟ وضرب على الطاولة يلي قدامه. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع هالخبر والفيديو اللي انتشر؟ خلينا نشوف سوا. يعني معانا مشاركة من ماسك اللي قالت على إكس الرجل مصمم على الحرب. في عنا مشاركة كمان من ياقوت يلي قالت حروب بالوكالة.